توجي وين أما مذحبها أما مالقبانكها أما علمذها أما سلطانكها وين قبتها عدالة سكيرنا هو قرابو له هذا وقر إن أنا جانا قبته كل ذكي وين عدالة قبته لكن السارق المحترم والسارق المدرود لا ما بعنا سارق محترم هو السجى العدالة قوانين أما عيدا كبا إلى ليه يسارق يرى السجى توجي يرى وحير هذا الهريه أنت تاسي شرطة أمن سوق مبايو، أولا أنا يا، قلوب وذا شرطة، أيا نبت جليه يرجرين كرت، الله يأمر بالعدل والإحسان، عدالة دنا إلى هاي ويد الفرق، وقف بحقي سيلا سيو، إحسان أولا يد الفرق، رسولكم صلى الله عليه وسلم مركو كور رمي نرش إياه، وحيابها أساسيات كواه، كندق نرش، وحوجه الرسية النبت جليه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدني. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا قف كنبت قليها دتكي سلنا ولا دلكي سجوا عاف ما قطع النبي سيعرف كين هلايا الدنيا أحبك ما مغنى النبي عليه الصلاة والسلام أحد ودا الدنيا ذي ولا نلوس وجروري مركب من زلالة يمي سان كثير تنبت قليه كل هذا إسلام كدحرس هيا شم حا أي كنت أجنت حين كوح سنين كرنا إلى شنتنا الرباط بان حسي لهين وحيابا مهم سن كاملة قضب كوهر يا وحوي تقوية الإيمان تدكو إني دين تودا يدد نمدودا إيا إيمان كود أود لي دين يا إيمان إلي ينددكو إيمان يا أخلاقية في عام بركا وحي هالي دونا شيء الله يقال الأمن الوجداني والأمن الواد المادي نبت جليه ذا معنوي جاية تموقة الله بضلا نبت جليه ذا معنوي واتا ضميرك قفك يد الجناشي سلح ليده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي باوي حلدتك إيمان له إلهي الرمي سبحانه وتعالى قال لمنك إلهي نبت جليه هنو بالليل قفك مؤمن كاي سعاد وهايستا ودقي هاي سيدا قالدا امور ورسره والبهاركي ولا عكم بطنا حنونك لو عشان مكاي استرسق الله دبت قليدي مادي هذا موقتين وهليانو دلك يا ددك بو دغيا مركاي ددك دينتا كديسين يا اخلاق يا قيم او بريغي ايمانك او جوجينيو ددك ايمانون با كا جوجين كرا دارينا كاما جوجينيسو بلبا كلو لا قادانا كاما جوجينيو waxa joojin kara iimaan baa waxa ugu fiican ka joojin kara dadka wa iimaanka taasu ilaahay xusay subhanahu wa ta'ala nabiga iyo ummadaba ugu mana sheegto waxa uu wad kuru ni'matullahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha ilaahay wuxuu leeyahay ummada si ay u garataan amniga iyo nabadgelyada iyo walaaltinimada aheesheen ديب حصوصا مركي قبائل كود قال لما يسينا علكا هيدا علكا يسكت لي يسينا وحكا للريحان يسين مركاسا إلى هاي النعمة الإسلام كي الدين تويدين كي نوال على نقطة قد قركي باسار نيدا النار إلى هاي ودي كسوقت ديبو آج جاهلية دي عرباد يهل كي مريء مركا دل كي ضد كوا مركا الدين تصور عن اللي جلده ذلك meel kasto oo umadu ay ku ururayso dayta goobaha waxbarashada masaajidada shaariica qoyska marka asaasku waxbarashada iyo tarbiyadu ay diintahay ee dadku dhisan yihiin maamulka ka nasanayo waalidka ka nasanayo macallinka ka nasanayo warwarku uu yaraanaya qodobkaasi waynu fudaysanay ku baraarumo qodobka labaad waxa weeyaan sidan khutbada horeba ku jirtay quluubta la isu geeyay dadka التأليف بين القلوب قلوب وذا شرته أيان نبت جليه يرجرين كرت دتكو يجو كلام مقام هدي قلبي جود وذا شوقة وي وذا شوقة يجو وذا شوقة هل دو قلبي جود وكلا شيء ذنا وكلا مقيم رسول صلى الله عليه وسلم إلهي بعوم النشئ اكتئاب وحوم النشئ تسببه قارضة كجات كذين كم ذا هاي إنه ضد مذا يستنو قلبي جود وذا شرو وقرب قليه نبيك وأصحابته
ويبها النبي نغذيه يتاقر ياشيس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه إلهي قرقار كيسو كوحوتي ضدك مؤمنين تانو كوحوتي مؤمنين تاسو قلبي قوضة إلهي وبدأي أدون كوردان هداد بحسو حمالي قلبي قوضة إسمات كيسين با إلهي سبحانه وتعالى إذن مركا ضدك مركا الدين لين قلوب توضا إسو إيمان إيسا وحين قرى ينضد ولا الله وذكر مثل المؤمنين في توادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد شرك لي قرى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مرك امد وذكرت وان لها وانا النبي بلا باي مرك مكه جوغيو يا مرك مدينه تغيبا مرك مدينه تغي رسول صلى الله عليه وسلم اصحابتي سو هجرين سو هجروتين مورانين idinku qaxootibaad diin halka fariist kuwa deegaanka halka ha joogan laakiin dadkii mustaxgali ninkasta oo makkah yimid nin buu la qoys ba tahay adigu wax la qab oo guriga la dib oo la shaqeyn sidaas ay ummadaasi isku dhex galeen ummadani inta kala xafada tahay kala deegaamada tahay kala majaris tahay kala dana tahay kala faq tahay amnigoodu suqmi maayo waxay ku sugan yihiin mid sharwadeena iyo shaydaan inuu shaki ku tuuro u dhaado qoladaas waxa say lahayn waxa say idin soo wadaan kuwa kalena difaac bay galiyo dagaal baaba dhici kalaba marka dadku waxay u baahan yihiin inay saddex degaan oo ay wada shaqeeystaan oo ay wada shaaheeyaan waa nidaamkii gumeysiga nidaamkan aad dadka in la kala dajiyo magaalooyinkooda iyo miyigooda nidaamku isticmaalku ka tagun bayn wali sii wadnaa saadaraadeed baa marka qof meel ka yimaada la oranayaa war hebel maanta waad soo dheeraad xaafadaas uu ka yimu xaafadaa kan u tegey haddaba xaafadiis masaajku ku soo tukanaysaa lala yaabaya la odhan de maanta waad soo dheeraad oma inaad isku magaalada ahayn eeg haddaba musiibooyinku waxyaabaha aynu yaryaraysanayno idan markaa dadka quluubtooda in la mideeyaa waa muhiim dadka wax kaan bayn garaynaya iyo kuwa cod doonaya iyo kuwa siyaasad wata iyo hadday tafriiq sameeyaan oo mid waliba siduu isleeyahay cudur urso dadka kala kaxeeyo kala isxunayana wax kula ninuu reerkooda ku filan iyo kooxdiisu ma jirto qofka hanka weyni dadkiisu raadsadaa baadi doontaa qofka hanka yarina ardaa iyo in yarbu urursadaa markaa ataaliif bayna alquluub وانا نكو حساب واجب دينية وي وضرورة شرعية وفريضة ضرورة بشرية وفريضة شرعية إن أنا وين أبا هنا شرعي قراء وين فرعية وحس الدحاب وكم إذا أملك وحيابها وقصق ميو العدل والمساواة إن عدالة يسنا شلها له وضدك خيرات كدلك أيوسميهين shaqooyinka u siman yihiin dhaqaalaha u siman yihiin aqoonta u siman yihiin siyaasadda u siman yihiin ummad ilaahay uu isku dalku abuuray oo walaalaha wada shahaadanayo alla yaqaan oo ehela waa in qof waliba uu ku xisaabtamaa waxa adiga ku qanciya walaalkaana qanciya cadaaladdu waa muhiim qur-aanku wax kala daayo qowl hadal aad leedahay ayaa leh ka tegin cadliga waida qultum facdiluu walow kaana daa qurba هذا هذا أورنا إنسان بولا هي العدالة الإلهية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما ذا حلاه يقول لا ذاك عدالتكم كلا حكومة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى هاي عدالة دي السما فلك وذي فريا سوى البوا لون يقعد لي أدي عدالة عيرج أما الشرع يقول ذاك قار كود وقبت ذاك قار كود قبوا يو أمن تشري مايو waxyaabaha hadda dawladaha dunida ka mid ah dadka qaar waxa ay u arkayaan inay cadaw tahay oo aanay u adeegayno maslaxadooda aanay ka shaqeynayn kadibna way la dagaalamayaan waxyaabaha hadda jeer keeni jiray dulmi badan markay ka arkeen gumeysiga iyo dawladii ka dambeeyay Soomaalidu inay cadaw noqdaan ba dawladaha iyo maamulada jira idan si dadku ay u arkaan nabadgelyadu inay dan u tahay iyo maamulkuba cadligu waa inuu jiraa cadaaladuna ka weyn iyo ka yar labadaba waa inay qabataa oo aanay cidda daciifka ah u qabanin sidii reer banu israa'iil waxaa la yidhaahdo asaariqul kabiir wasaariqu sagiir
ساري قوين يا كير لا بد وين قبطة تو قوين يا كير تو جي وين أما مذحضها أما مال قبنكها أما علم ذاها أما سلطانكها وين قبطة عدالة سكيرنا وقرابو له هذا وقر إن أنا جانا قبطة كل ذكي وين عدالة قبطة لكن السارق المحترم والسارق المدرود لا ما بعنا سارق محترم هو السجى العدالة قوانين أما عيدا كوبا إلى ليه يسارق يرى السجى تو يرى وحي الحذول إريده أنت تاسي شرته أمني سوق مبايو أولا سأجانا يا السجى تاو كورجين يصاف شرينك وعليه الصلاة والسلام أبا بكر تجيا وحورها أنتو دارتي والله إن أنت إذا فاضين هتاي وحده عيد كلا دايوك عنده جوينية أي النبي عليه الصلاة والسلام عيد كلا يسكت إن أنت إذا أنت ضو شعره حتى وحدك عنده جوينية أنت أسلوا مهم وها حسيت بضن عدلينا نشرين هذا شرع هذا إلهي للراعي شرع إلهي مرك للراعي عدالة اعتمادا قانون قال لك سو واردي يحير قبائل السمايستين عدل من نوضبها وشار عذون عريد كن قرية من شري عيايا نيالانيا إلهي باوحر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آياتك لفأولئك هم الفاسقون ظلم إيا فسق وحد ديسا ذاتك آنسك حكم دينت إلهي مركا عدالت باسدنا محاكم بيقوها شرعي الله وحكم يوم بالسوي دينيا تاسنا وحي كيل الهي إن بضانو ما ملاد الله بالليلو ضدكو كعانو دين هانا يقهر يمادان هدي شريعة الله قلنا قما إيمان لهي أمني قوة سوق ملها وحا أفرادو كبدا وحيابه أمني قوة سوق إنو أمني أمبا لقوع العليا حرية دين يجري الحرية وقفك بني آدم كاهي حروة إنو نغضى تكلم كيسي هذا الكيسة تفكير كيسي فكر كيسة تصرف كي مامو الكيسة تملك كيس يوحى ويعلن يو تنقل كيس يدق قاقيس قفوان حروية عبرب العاص إنما ذي سال قصع لأصحابتي ووينا أصحابي ووينا عبرب العاص إنما ذي سا نيهودي كصع ضياء قام نقال عمر بن الخطاب بأوحى لما تستعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا والعمر وقار ما ضدك جميستين يده يده ضيق الشيء يجو حرة قال موسى كل نبي عليه الصلاة والسلام وهي لنا هذا ما نستقف مسلم هذا قفكم مركا ودرينا ودل كيسة يدد كيسة يدقان كيسة سحر ريد لو تشوغه وكلمة دي سوارن كرو عبر كرو ونقنقا كيسة تصرف كيسة هرومر كيسة إبداع كيسة إنتاج كيسة وحسوسار كيسة وحروية ونعيد كعبسنا يعني يعيد حورتيسي يعيد أفاما كيرتا تانا لابد قليا دواي سوغادنا أنت أسناء أدبي مهم وطاي لكن حريتي حرية مطلقة ما حريتي دي سنما لكن حريته شروط بيلانا قفك وانا نحق إلهي نكو حد قد بنا نحاران قلي حق الآخرين تيددك كلا حق ودنا وإلا نكو حد قد بنا نفتو ذا يمالكو ذا يشرفتو ذا ومدك علي حدو حاران تقف إلهي عقيس كو حد قد أما ذلك حق هذا كحد بحرية ما هي شرع قال لكم قبانايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلدي حجة الوداع مدة وسقوتية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا وارضذ يوميقيني النفتيني الشرفتيني يمالكين إلى وحياشان حرام ويسيد مقدسات كائن ما لقلع حرامته marka qadiyadaas inaad bay muhiim u tahay dadku kol hadaan cabursanayn ila haddu qofku cabura amnigu wuxuu dhimayaa marun buu qarxi doonaa marun buu nagu qarxayaa qofka la caburiyaa oo dul qaadanayaa oo dul qaadanayaa kadibna uu qarxayaa marka xurriyadaas inay dadka loo ilaaliyo waa muhiim inta qodobayn soo sheegnayba qodobka sharaad ee amniga muhiimka waa amniga inu ka warwarsanahay ee muslimiinta oo dhan haysta gaar ahaan inaga in haysta وحوي شيء الله يقانه الاستقرار السياسي سياسه ده هو إني دقنت سدد وحوك على صعام كرام وحبر الشدة ده عبادة ده رقاله ده سياسه ده وين يسكس عطاه ولا جور ورلاي هاي هدي يسبد الله معايا يا هدي ده الله صو صاري يا هدي قار له هديه يا ده شقيك ويسكس عطاه روح اللي بعاد سكين
لكن دادكي نقص كيبا هايو او اي عبورسيهين اي لايين وحول بادور شادا كدي مر ولو حسب دل ايان با امني قودو مصوب ناي كارنغانت مرحلة دا امني اينا دافان با هيدا مرحلة دا هرمر كو قدبا مرحلة دا امني اينا اي كوار ور ايان استقرار سياسي ياتي سياسة دا ودان سوقناي سياسة دا محاي كسو قانتا مرتا وهناك قواعد للاستقرار استقرار كسياسي جا اما سياسة دا ودين سوقانتا هاي قواعد بين الله كوانا كميدا وحكميدا إنا يدد كواذا الليه وحالا إلا الشورة وذا تشيغة وما ملادو ذا يسياسة دودا وأمانا أمدا كد حيسة ونعيدي قارو لهاين سيدا عشر كذا هكذا سيدا دلادد وإنا أوادو الليه إنا وذا تشنكرا وطلادي عدي آنا أفتوبا وآنا حورتيسانين وآنا جابك كو قادنين إلا هينا تاسو أمدا كو أماري وأمرهم شورة بينهم ومن أنت تلمامه هذا وحكم إذا إنا ينضد وذا التشنيع وهو قامن توذا يا أمانة وذا سكوا ذا التشنيع نبي قابا إلى هؤلاء وشاورهم في الأمر أردها عام كاهي الدقال ذا هي مسؤولية ذا كلا تشاو مضى ورسولك صلى الله عليه وسلم وحي يكوس عني برك السياسة دوا يسوق ما يسا معارضية محافظ مدلوية بالدار قبائل كوذا كلا دوان مركا أي isugu yimaadaan miiska wada hadalka ilaadaan walaal maxay kula tahay iyo waxa saa ila tahay iyo ma waxa saa inagu wanaagsan ee wax la isla meel dhigo arintaas ilaad bay muhiim u tahay waxa kamida saahoraba inuu soo baraarujinaa iqaamatul xuduud in sharciiga la oogay marka amnigu sugan yahay dad ba jira marka amnigu khalqalaya waxa jira dad mujrimiin oo dhibaato geysta ama waxa dila ama waxa dhacaan marka haday dadkaasi ogaadaan in aan xeer ciqaabeed la marinayo jirin oo xabsiga lagu masruufayo deedilki uu badanaya dhaciiba badanaya iswaydaarkiiba badanaya qofka mujrimka ay markuu ogaadayo dambiiluhu in sharcigu qabanayo oo aan la cafiyeyn karsoorka hortiisa uu hakanaya nabadgelyada sugmaysa walakum fil qisaasi xayaatun ya awli lalbaab tobannaan iyo boqolaal baa inoo xiran wax dilay هذا سمفلنا لقى يا وين إلى هذا كا حق يساك حق جد بيساني تلك ما حكومي كرتا مالنتين أنت صوت دولار بابا نوقرنا وترك هاي سلايا بركدر كمجرمين تا يو حد جد بكدر كجيستي إن شرع قال هرج يو حر عقابات كي لما رينا يا شرع عضو عودكت أم نقول كسوق ميا وحصلوا كلام نقول كسوق ميا رنت أفرادا بس ده هذا إلى هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دم بيقول أنت أنا ودعم با إلا جهر تقوى وحدوده واحد دم بيجي ولا جد بطل الأمر بالمعروف إنه وحدود تاجين دم بيجو إنتانو دعيم هو إلا جهر تقع وحمانتي يضع صوص عطاء لا يجني نت أخلاق ذا يتحد جود بك تذكر لو حد جود بين نفته ذي مال كود وإن كهر تكشره استباق وحلا يلعبه تاسنا ولا جم مارمان إلهينا ومضم وقوا ماري أمرنا وكبحيه ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر أمر باي لهذا ومد الصين يا أولا يدده شرين وباب كايشو تاقا وحش أفراده كم إذا استقرار كالسياسي قال شيء الله يقال إشباع حاجات الأفراد تدك باهيه هذا إلا الضبارة تدك يقوى بلا شقاء يقوى وضقاتونية يقوى وضهرادا لأمن سوق من مايو إنك ثانيك وحيون بكو قبصن دورا مرو كاما هذو الضفرو يمرو بوبو يمرو حضو كوحا اللوبة هي هاي أمدي إلو دياري الشقوي للي يرادا وذا أرديا وذا قايلين ايا إنا الشقات تغانسي اي نوغا مشكولا نولو جهيو إنت آن شقي سنكري إن إحسان الله سمعيو إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدالة دانا إلا هاي ويدي فرا وقفك حقي سيلا سيو إحسان نوال الله يدي فرا وهذه سمفلك يا آد بدين وتجارتي وحودي مدين يا سكدي يا صدق قديمة وبرشدي باهنيد كوا بكي يا كوا النافضة هي كوا جبوبي يا كوا ضعفضة يا كوا شاهلين تشقي سنكر وإن تاب وإن لجارسيا وحي أي كم مار من هاي سقف كي قاونا دروه له كي قاتش ناسي ودون يهله كي عدل ذا تاجنا ضح سيحنا يسيو وهله هاي وقرا كي شاهل كاو حبرته كل ذلك وباهيه دتك إلا الدبارة استاذ سامو أسلامك وها إمي كي قالت ويل فري نوغفانا يعني
qofka bulshada islaamka ku dhaxnool xataa haduu gaal yahay biilkiisa loo qori jiray ama shaqa la siin jiray. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu tababaraya wuxuu lahaa gudintiin iyo xadhigiinna qaato xaabo soo gurta, kadibna iibiya oo badhna sadaqaysta badhna cuna. marka bulshadii oo inta 80% bilaa shaqo yihiinoo ay baahan yihiin amnigii sugmi maayo, waxbaa la dhacay, waxbaa la dafiray, waxbaa la boobay, waxbaa la xaday, waxaa soo badanaya. idan markaa arrintaasina waa arrin waajibna ah ummaduna ay xaq isugu leeyihiin amniguna uu ku sugmi karo. waxaa shanaad oo ka mid ah istiqraarka siyaasiga, inzaalu naasi manaazilam aw makaanatahum lmunaasiba fi lmujtamac, qof walba in kaalintiisa la dhigo oo dadku baa leeyahay wax yar tare mooye wax matare ma laha. raggu kaalin bay leeyihiin, dumarku kaalin bay leeyihiin, odayaasha gaboobay kaalin bay leeyihiin, aqoon-yahanku kaalin buu leeyahay. markaasi dadku ay qof walba tamartiisa looga faa'iideeyo waa la yidhaahay bal adigu halkaasaad ku munaasibta, adigu khabiir baa tahay talada u noola taagnow, adigu aqoon-yahan baa tahay macaahidda istaraatiijiga tag, adigu dhallinyaraa tahay isu yimaado bal imika waxay sariyanayeeg. markay xisbiyadu kaambayn garaynayaan kumayaal ciyaal ay sariyanayo teenage ama dadkan muraahiqiinta oo markay kusoo qaabilaan aad odhanaysaa malaa way ku jiidi doonaan, dee iskaa wax u qabsay inuu diraynaa iskuullada iyo masaajidada iyo madaariska iyo goobaha caamka ah ayaynu muruqoodaa dadkaa uga faa'iidaysanayna iyo tamartooda. marka inzaalu naasi manaasilahum, caaisha waxay leedahay allah ka raali noqdee amarana anunzila naasi manaasilahum. xadiidku waa saxiix, nebigu wuxuuna faray dadka qof walba kaalinta ku munaasiba in la dejiyo, hadday tahay takriim iyo hadday tahay taraxunba, qofka marka la maamuusayo iyo qofka marka loo naxariisanayo iyo qofka marka tabartiisa laga faa'iidaysanayo, dadka in la kala jiheeyaabaahay si loo waayo cid nabadgelya darada ku mashquushaba. qofkii marka dadka kala shaqo gelino nabadgelyadii way sugmaysaa. waxaa ka mid a alquwa alamniya almukhlisa, si istiqraar siyaasi loo helo awood ciidan oo iyaduna dadweynaha daacad u ah oo aan dictator iyo mid wax maamulaya u adeegaynine sharciga iyo xaqa garanaya iyo dadkan inay ka soo jeedaan oo ay u danaynayaan, qaybna shisheeyahay difaacayaan, qaybna sokeeyaha gudaha ee wax inaga xumaynaya ayay soo qabanayaan, miday ka hortagaan iyo miday ka daba tagaanba. haddii aan awoodi jirinna waa awood ciidan oo wax edbisa dadka iimaanka uu ka qoonmay, haddii aanay jirinna dee waxba hagaagi maayaan. oo cuhmaan baa wuxuu lahaa in allaha yazac bisultaanina laa yazac bilqur'aan, awoodda ciidan waxay wax ka qabataa qofuu qur'aanku waxba ka qaban waayo, qofka qalbiguu fayoweye buu qur'aanku qanciyaa, laakiin qofka iimaanku ka qoonma diintiisa daciiftay ee xadgudbaya dee awoodda ciidan waa in la helaa, laakiin iyaguna si fiican u adeegayo mujtamacu aaminsan yahay oo aanay cuqdad ka qabin.